الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي وهولا، فهو الذي له ابتداء دونا وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ودرس جاني لبعض كتابك متن الورقات في أصول الفقه، وحن كبلا أبنى هلك الشيخ يري والفقه أخص من العلم. قال رحمه الله والفقه فقه معناها اصطلاحي جامر كلا إيغو أخص إساقا كخاصصا مر كلا إيغو وحوكو تعلق أيو من العلم علمي. الفقه لغة هرين صارقني والفهم الفهم فهم كالا إلى هذا فقه لغاهان معنيه استلاحي قانو إن صارقني أوحوها معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والفقه هذا بفقه أخص إساقا كخاصصا مرك اللي إيقا وحاو كتعلق أيو معناها استلاحي مرك اللي فيريو معناها شرعي وحاو كتعلق أيو مرك اللي إيقا فقه أخص إساقا كخاصصا من العلم علمي وفقه وحاو كتعلق أيا الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد أحكام تشرعي أحكامته شرعية وضد اللقوق قرانا يا أيتها اجتهاد تاسا فقه لهذا سيهنا وصوارقنا مركا علمي ووكع هم سنانايا هذه اللي يري الفقه أخص من العلم والعلم أعم من الفقه معنى هو عينك علمي كعام سن فقه لأن يعني علمي يوحو كتعلق يا وحياة فربضا وأحكام الشرعية أنا حين علمي يوحو كل دبوبة يا علمي نحوها وحاو كل دبوبة يا علمي صرفها لقد أردن وحاو كل دبوبة يا التفسير الحديث وحاصل أن علمي واري لحظة تفسير كوا علمي حديث كوا علمي نحو ذا صرفها بلاغة وعلمي كل هذا هو علمي لكن اصطلاح مركا كوسا عنه فقه لما أرانا يكوا كوا لما أرانا يو فقه مركا وحا خاصصا فقه وحا عامصا علمي إذن فقه هو قيب كم إذا علمي علمي كبر لنا مركا ومركا اللي ايغو ماشا وكتعلق يا مركا اللي ايغو علماء قارك وضم ميلك لك فيرية أيام مركا جرى ودن كلام مركا لغا ايغو واحد دعدا ان فقه هو نقضبا اعم علم هو نقضو اخص وهدي لا فيريو ان فقه هو سو غد غليو واخ ويان وخي لا قدعينيه لا غوينيه لا جريي يا وخي ظنيق غالبكا لغو هي اي كسو حسيريه حقا مركا لغا ايغو علمي غنا wax dhanniya hoostiisa una soo gudagelin wixii la qadcinayo la jarayo uun wax weeyaan loo isticmaalayo xilliga caynkaasi ya fiqhiga aam noqonaya waxaan akhs noqonaya cilmiga oo cilmigi wax la hubo uba loo isticmaalaya ama loo adeegsanaya fiqhigiin waxa soo gudagelaya wax la qadcinayo la jarayo la hubo iyo wax dhanni gaaliba ku soo xasilayaba fiqhi waa la oranaya marka xilligan waxa caam noqonaya
فقهية وحنا خاص نقرأ علمية لكن سدو الشيخ أوجي إذا وصل هوري إن فقه وجهة قيب علمي كم إذا نعم والعلم علمي قنا معرفة المعلوم معرفة وإن لقرته المعلوم شيء حويا لبراني لوغاني معرفة وإن لقرته المعلوم وحي لبراني لوغاني وإن لقرته يعني وحو وجه إذا إدراك ما من شأنه أن يعلم إن لها ليلة والأوغاده وحشأن يجيس ويهي إن لقرته وغان شهل أوغانا يشي شأن يجيس يارين كيس ويهي إن لقرته أي علم اللي ده على ما سلو برتو أي على الذي إن سلو برتو هو شيقو أبا معلومكو به أي عليه وكسو غان يهي ماغا في الواقع سيدا دعضي وحويان وقصو غنيح علمي تعريف كيبو سيونوشيغي وحولي والعلم علمي معرفة وإن لقرتو المعلوم شيغي لقراني يعني شيغا أرنكي سبقو يحي إن لقرتو برشاد لبراني الأوغاني ويان على ما هو به في الواقع الله أغاني الله برانيو سيدقو يهي إن الله برطو سيدقو يهي واقع يجريتانك سيدقو قصوغن يهي إن الله قرطو شايقي لقراني لبرانيي أي علم ليد هذا على ما إن سي الله برطو هو شايقان لبرانيا به أي عليه ما قد لسغن يهي في الواقع سيدا وحويان واقع دي كسغن بركا خلاصة وحويان إن علم الله يلاحظو شايقا أرن كيس يو شأن يجيس ويهي إن لقرتو قرشاد لقرن يو يدو لو قرن يو سيدا ويهي لو قرن يو وحاو الشيخ مركا في عنايد إنو كدر لها قيد كله قاب جزمية ولا جزمين يا وليبة إن شاء الله قرتو بكا تعريف كتعريف نحويان كان يرفي عن كلا فضد وإن لا يدهضه علمي وحا لا يدهضه إدراك الشيء إدراكا جازما إدراك الشيء إدراكا جازما غير قابل للتغير وإن شاء الله هليلو هل يلتان قوان وأن أقبل أينين إسبدل إن شيء الله هل يلو هل يلتان قوان وأن أقبل أين إسبدل أن أقبل أين والمضو بركة علمك تعريف كيس وإسكو خلافان كهذا إن شيء نبا يرفي عن وحين اللي يهين علمي لما تعريفين كربا علمي قوة وكسر يا إن لتعريفيه واحد استرادك وتعريفي با وحي كينا سألين القرن وايو وشان يجيسي هوسو لكتو ويمكا درار أما مالين تعريف هادي لو قودا هادو مالين واحد كو تعريف سيقرن ميسي مالين وامحي مالين تا عد يد درار تا عد واحد كو تعريفين سبا يدا كعد واحد كو تعريفين سبا يدا كعد هادا استراد واح شاك شاك والسياد كينا ساون بركا علمي وعلم إن لو قد أفافي عن بي لحظين حوى أنا تعريفين به وإن تعريفين لما بهنا المهم تعريف كاكل أين شيئاني أي نسك قادرنا إن شيئا الله هلينو هليليتان قؤن وأنا أقبلين إسبدل أنا أقبلين هذه شيئا الله هلينو إسبدل أقبل سنة اعتقاد أي أمر كان لغوت الماما واحد عدين قفك شيء آمنه قشيغو امني سيبو و هليلي هليلتان ادق لكن تغير بي اقبل كرتا واخ رغا حقوق شل امين سنه انو كاتغو سيكلو امينو و اسبدلي كاس وا محمر اعتقاد لكن وحان اسبدلينين ايا علمي لا دهدا بيدهدين نعم والعلم علمي هو معرفه وبرشده لبرنيو الا غرنى المعلوم شيغي لبرنى الا غرنى
على ما إن سلوا برتو هو الشيء به نسخ قار عليه باكو قرن عليه با نفي عن حقا به دو حقو قرن عليه عليه با في عن مركا لأن به عليه منكم عنينا والعلم علم معرفة وإن لقرتو ولا برتو المعلوم شيء لبرنا على ما إن سلوا برتو هو الشيء به وما قدر سغن عليه في الواقع سيدا مركا دعضي وقدر سغن سيدا دعضي واقع او سغن انسان كي ان لها ليلو انو يهي حيوان ناطق وما هو الانسان مركي لو قدر ذات راضو وحيوان ناطق انسان وحال راضا نولها دواق يدواق لفهمه عقل قال له اي انسان لي دهذا marka haleelitaanka aad haleeshay inuu yahay insaanku xayawaan iyo noole dhawaaqay dhawaaq la fahmayo qosagina aqli leh dhawaaqisi dhawaaq la fahmayo uu yahay kacaynkaasi ayaa la yiraahdaa wuxuu yahay insaan la yiraahdaa wal jahlu jahli guna tasawuru shay'i wa in shay'i loo sawirto ay idraakuhu wa in shay'i loo haleelo على خلاف ما هو به في الواقع سدو يهي سدان هين تيه رمح هنري على ما هو به في الواقع من شيء الله لا يلو سدو يهي واقع هان واقع يجرتان كمرك الله يقو سدو يهي إن الله لا يلو وعلمي جهل قنا وحشيخ لا يهي وإن شيء الله صورته يعني الله لا يلو على خلاف ما هو به في الواقع سيدا اوياهي سيك الدول على خلاف ما قاب إن الله ليلو هو الشيء به أي عليه ما وجود سوينيهي في الواقع واقع يسيدا دعضي سيك الدول وحويان إن الله ليلو أي جهل ليلة هذا وحليهين جهل يغنو الشيخ تعريفيه وجهل الله يقانه الجهل المركب الجهل هو الله جهل هو حلوة قيبية الجهل البسيط إيو الجهل المركب لبدا صار له قيبية بقى الشيخ هو حينو تعريفي جهل مركب كأها وجهل بسيط كأه جهل بسيط كأه فضود ومحينا جهل بسيط كفضود وحويان عدم الإدراك بالكلية قودهان بين قفك ويحي ونقرانين ونهليلين به بك ويحي لقويدية وحاشيق لقود هذا أطلع هذا ما قرانيو دقالك أحد قوارمو دعي ساتيه ما قرانيو الله أعلم وحاسوا جهل يقفك عسي جهل بو حكية جهل يقيسوا لكوا بسيط وفدودية بدر قوارمو دعي الله أعلم غزوة الأحزاب قرمي دعضي الله أعلم كاس محنو قرية جهل بسيط والجهل وحويا فضود والجهل فضود وحي ما قرنسيت إنا ند قرنينا واس أكته كاس جهل بسيط بالي لحظة شيخ كان متعليف جهل قلبات والجهل المركب والجهل إسسارا أو إنه نقف كل شيء جرانينين مركب كوبات هيا يا شيخ وحو اسمه ذي إنه جرانيو مركب سو صدو شيء وأهاسي أنا هين وقرت وشيء غيا تقال كي وحد قارمو داعي سنة دي سجارات إلا صوت هغية وان جرانا يحلو قناعي وقارمو داعي سنة كي سجارات بوداعي قف كسوة جاهل مثل هذا أقوان من الله إن هنا أقوان لهين اسمه هذا إن أقوان له يهيب اسمه ذي لأن وحان جواب تهدي صح ذهين بو أيكو قاضية تقال كي بدأ قرمو دعي سنة كي توبنا ذي هجري قو دعي أيو لسو تهجي قفك سوا جاهل مثل هذا مقران أيو سيدي هاي سيان هين وقرت وصورت وقلط سو ماركتان نعم كاسوا جهلي مركب
وقفكاس وكدوان يهي كيكالة جهر البسيط كواحد ضبا أنت هاي أون إن هذا قف كان واحد برتون وش هكت أون نص مضبا أنت لكن جهلي مركب كان محاضبا أنت هاي إن هذا هرت قف كأوش هكت ويحي وينون القرانين وترى ورساء ماها وحوين دقال كان مودعين حلي استنى كي سقالات مودعين وغلط وينو قلدي هو وحي ونقرنين أذكر هذا عيسى مركواري كدي بعد برتو جوابتي صح ضحي كدي بعد برتو جوابتي لا بقى ربط بك هاجب عيني أنت أنا جوابتي صح ضحش وش يجين هرت إنه قلدي هاي أذكر هذا عيسى اللي محبول صوت هاجين هذا كله كدي بروح صح ضح وش يجسه لا بقى ولد بك هاجب عيني لكن قف كجهل يجا جهل يجي سجهل بسيط أو يهاي الله أعلم جوابته بظهر كثير صح نعم marka sheekhu muhiin oo taariifi jahligi murakkab ka aha misaki basid ka aha ki murakkab ka abu taariifi wal jahlu jahligu wa jahligi murakkab ka aha tasawuru shay'i wa in shay'a loo sawirto oo loo haleelo ala khilafi ma huwa bihi fil waqi' sudu waqi'a ugu sugnaa si ka duwan wa khilafsan wa aan hayn ala khilafi ma qab in loo sawirto huwa shay'u به أي عليه ما وجود السقيه في الواقع واقع واقع يجريتان كسد وجود السقيه سأنا هين إن الله صورته الله عليه أي واحد عليه هذا وحويان جهل مركب جهل جاب سيد كون نجشين نري وعدم الإدراك بالكلية وإن وجود هم بشيجن وحويان لجرمبا وي والعلم الضروري علمك الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال ما لا يقع ووحن دعين عن نظر واستدلال نظر يوحوين كفكر شيء لأيغي لغا فكر ووحن كو دعين أي أن كو إيمان واستدلال يدليش شيء لحلوصو دليشن أيو وعلمك أن كل دعين أن كل صاح السنين والعلم الضروري علمك الضروري ما وعلمك لا يقع أي لا يحصل أن كل صاح السنين عن نظر أجمع يفكر شيء قال لك فكره واستدلال يدليش وحلوص ودليش هذا وكأنكو إيمانين أنكو سوى حسلين أيال إن هذا علم الضرورية كعلم قلاب الله قيبية العلم الضروري يا العلم النظري هذا علم بالي نصر شيء شيء إلا قرته سدو يهين الله قرته أما إن شيء إلا هليلو هليلتان قوان وإسبدل أن أقبلين يا علم إلا هذا علم قلاب سوى الله مد ضرورية يمد نظرية لو أسوك البحية علمك الضرورية وعلمك أن كسوا حصلين كفكر شيء قال لك فكره يدليش شيء وحلوصه الدليش هذا كأن كو إيمان أيال إذا هذا العلم الضروري علمك كو إيمادة كفكر شيء قال لك فكره أيوه يدليش الشيء وحلوصه دليشان أيوه علمك كوي مادنا وحال هذا العلم النظري العلم النظري أيالله أما العلم المكتسب أيالله هذا وشيخ أي نص هذا والعلم الضروري علمك الضروري قاهي ما لا يقع أي ما لا يحصل وكأنك صاحصل عن نظر كفكر الشيء إلا كفكره واستدلال يدليش شيء وحلوس ودليش كالعلم واسد علمك الواقع كسوا حصلة يكون عيكوي مادة بإحدى الحواس الخمس دريما ياشا شنطا ميت كميت علمك كوي مادة ويا وهي الحواس الخمس دريما ياشا شنطا هي السمع ومغلكي والبصر أرقي والشم أرتي واللمس تابشدي
والذوق يدنك شنت ارمود وخي وقف كو اوغادو علم ضروري يا بالي لحظه ان وخي مقلو انو اركو انو اوريو انو تابتو انو ددميو او اما وعلمك كوي ما ده كسو حصل بالتواتر تواتر طريقه التواتر كوي ما ده او ور وواحد اوغاتي قد كو اوغاتي طريق تواتر بد كو اوغاتو وحويان وخبر يور اي شيغان دد بدان ادو بدان او يغو كل ان بين شيغان اما اي بين كو هشيان انا سورغل اهين يغو وركا يغونا كسو قاتاي دد بدان سيدودو كله انا بين كو هشيان اما اي بين كو كلمان انا سورغل اهين الى وركا ميشو كو دماني لغا غاديو ووح مركا اي دد بدان شيغيان ان اي بين كو سو هشيان اما اي كو كلمان انا سورغل اهين علمي سدا كوغو يمادا وعلم ضروري وحصل بالتواتر تواتر بوك سو حصل حتى دمان وحنو مقلني وعام يعلمو عيد والبابا يتقانا جريتانكا اي جريتو مغالا لو يقانو المدينه المنوره قف تغي يقف انت غين بو امسن يحي جريتانكا مغالدا مكه ومغالا جريتا ولا ود يقانا قف تغي يقف انت غين حصل بالتواتر وحل بينين كرما وحل بينين كرما وهكذا وحيابها عين كاسيا التواتر كوي مادة محال إلى هذا علمي ضرورية بقى علمي ضرورية لبضع وضو كوي مادة وحك صوح سلا بالتواتر وحك روك صوح سلا بالحواس الخمس درمياش شنطة يتواتر نعم كاية مبا هنا كفكر وحي هذا كفكرته وضيقته وفرصته سادو اوغاتو كاغا ما باهنا ان الدليل الرئيسي شيء انو جري ان كره وحسكو غيغيسو مخان تا ايغتن 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 ايغاي تانا تا كو داري اني ما كجرت اي سو بخده اني ما كجرت اوغتا حتى حلي اوغاتو وخا لاغي يابن اور بكاين ما انت اوغانا سا اني ما كجرتو اما اي مدينه جرتو اما امريكا اي جرتو سيغارا او ما غرانسيت اناد inaad garan ina adoo ogun baas ogtahay waxaas inuu jiro waxa u soo dadalishatay iyo waxa ka fikirtay toona ma jirto waxa marka taabato mujarrad ina taabato ku garansa ka fikirna kaaga ma baahna dirishna kaaga ma baahna marka aad dhadhamiso waxan waxa uu yahay mujarrad ina dhadhamisay baad ku garan macaankiisa iyo qaraarkiisa plan u fiirsad hoono macaan ba سكرتي بعد هذا مسا ثم معام دوقفك عثمان قبضة ونحن مستنين والدريمي سدري بكاء وناهين مجرد سكرت بركو هذا ميون مو قرن يا يعني معانته مورنا يوقفك سوى عوية أنا بل أنا هذا ميون كيرة فكرة وكهذه بل دليل أمر هذه يوحى عسكر ذي سكرت معانته ماي هذو صداع اللي هذو حلنا حنون باكرة عرب كاجي دريم دريم كاجي وحباك قلنا تحت ربوق فوق بين صداع وجد بعد دوقفك أرين وعيو مو دريمه inu xan wasarayo ni urti baaga tagtay uu leeyahay xab oornayo hadii meel qadmoon u tago yadi meel u dugoon u tago isku gumid dareenki baa qofkan ka maqan idan dhaqtar buu baahdaayo isaga baa istareema in qofku xan wasarayo uma baahna daliish iyo nadar iyo eegmo iyo waxa uma baahnaa mujarrad in dareemayaashaada mid kamid aad wax weeyaan ku dareento ayaad waxan ku ogaanaysaa cilmi go'aan kaas waa cilmi daruuriya واما العلم المكتسب علمي المكتسب كامية وعلمي نظري وقيبتي لبعض فهو علمي المكتسب كان نظري الموقوف وككل سن على النظر كفكر لغا فكر ايو والاستدلال يدليش لو دليشن ايو والدليل با لو رادين ايو وحبا لو دليشن ايو واما العلم المكتسب علمي المكتسب كان نظري فهو الموقوف واك كتاغن يا كدسن
على النظر كفكر شيء يقول لك فكره والاستدلال إن دليل لورها صدى وحلو دليل شده نسوك قال وحكو قرن وأما العلم المكتسب فهو ما يقع وككسو أحصل عن نظر كفكر شيء يقول لك فكره واستدلال يدليش الشيء وحلو دليل شده كم حالي هذا علمي نظري العلم النظري أما العلم المكتسب على هذا نعم واستوى سيدي كي هرما وح تواتر ادكو اوغاتين ما جيرو وح دريمياشي شنت ادكو اوغان سنه ما جيرو اذا مخو كاغا باهن يحي وخو كاغا باهن يحي ان اد وخي كفكرتو او في فيرستو وخو باهن يحي ان الدليل اراديسو كدب ayaad wixii ogaanaysa oo cilmi wax weeyaan uu kugu soo xasilaya waxa lagu weydiiyey biyaha loo yaqaano al-madiyyu ma najaas baa mise waa taahir al-wadiyyu ma najaas baa mise waa taahir qofku islaada uu fursad u baahan yahay inuu daliil u raadsado ay u baahan yahay nacam طواف الوداع مركو قفكو حاجيغا ويهي انتو نصابحين انو طواف الوداع علي مادو او بيتك وصوت طوافو مواجب بام صوى سنة وقان شوه مثل هذا وقان يا محوقة بانتا دليش محوقة بانتا ودلا دي ايه وكفي كرا ومحاو الدليلة ورهاديو ايو باهنا يا سو حكم كيدا ولا صابح سو حكم كيدا ولا صابح نعم بك تسمحوا بأنت النظر واستدلال بأنت كان العلم النظري أي الله يقانا أما العلم المكتسب أي الله يقانا وعشيخ كوري والنظر نظرك مردو كوري علمك مكتسب وعلمك لسان كسوا حصلية النظر استدلال نظرك وامح والنظر نظرك هو الفكر وكفكر كلاغا فكريو في حال المنظور فيه كل ايغيا حالكيس كل ايغيو حالكيس كفكر كلاغا فكريو ايا لا يدهدا نظر شيء مطلوب ادون سو كو غارسيو شيغا بك ايغتا فيرن اسود كل بدنك ايغا سد فيرسان سد كفكرسو وحبا هربتا اناد فكرك كو غادو هذا حقيقة دي سي قرطو أي أضبا هانتا بقى كاسان نظر لإله هذا هو الفكر وإن لقى فكرة في حال المنظور فيه كل إيه حال كيسة أي أضبا فكرة سا سيد حقيقة دي سي قرطو كان نظر كاس إيه مضى يكفكر كاسي والدريق لقو قرطو أحكامتي شرعي قاحيد شروط دي سي مركا لحيلو دقف كان ناظر كي ايه جاي وحكي فكرة يا قف آلة دي سيد ما يسترانت هاي وين وياي حاجة اجتهادك نظر كي سنة الدليل وكل سنة وشروط دي استدلال كي يحاس أقوان له والاستدلال دليل ضلب كنا الاستدلال وإن دليل ضلبه والسين والتاء يفيدان الطلب الاستدلال السين كاية تأس وحية المامان طلب واحد هذين أيوه ولا طلب أيوه السين والتاء للطلب والاستدلال دليل طلبك طلب الدليل والدليلك ولا طلب أيوه الاستدلال واحد إلى هذا إن دليل لطلبه لهذه نظرك هي استدلالكنا واسكمدون ودميد والبابا ماشي كوغارسين يوا مطلوبك ومطلوبك وحي ادوني سي وحد كو اوغان سا نظر يو استدلال بكان مؤد النظر والاستدلال وواحد نظر كان ماشي كوغارسين يو استدلال كان ماشي كوغارسين يا واسكمدهم الشيخ هو كلمي ماشي بوسكو كانه mid walaa kamid aan madloobkii wixii aad dalbasay ayaa markaa ku gaarsiinaya
كان للتأكيد بشيخ صلى الله عليه وسلم. نعم. والاستدلال دليل طلب كنا طلب الدليل والدليل إن لضلب دليل كنا وحي الدليل شنئي دليل تاني النص القرآن يا حديثة أما إجماع قياس يوحيا به كله. والدليل الدليل كنا هو الدليل المرشد وكقفك كهجة إلى المطلوب وحاو ضلبيو الدليل بمعنى الدال وفعيل بمعنى فاعل وحلقة سوقات من الدلالة وهي الإرشاد كان الدليل هو المرشد إلى المطلوب وحد دون يسيكن كوها جيويان وحد دون يسوي حيكو قارسين ايا محال هذا دليل بالي هذا وتعريف لغوية وعامة والدليل هو وحكوها جيوكو قارسين وحد دون يسي اصطلاحان روح العلوم ذكو تعريفيان ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ما يمكن ووحي صورة قلتها التوصل إن لقو قالوا بصحيح النظر فيه نظر يأجمو يكا فكر صح صوبتي لقو قالوا إلى مطلوب خبري وحلقا دلبيو خبرية ما يمكن ووحي صورة قلتها التوصل قارتان لقاريو بصحيح النظر أي بالنظر الصحيح نظر يك فكر صحيحة صوتي لوجو قاري فيه شيء قال لوجو قاريو إلى مطلوب خبري وحلا الضلبة وخبرية مطلوب خبرية بمعنى تصديق يا لوجو قارو أو ترى الشيء قال سوى حاران وحسن ودليلة كان كالواسطة وحسن ودليلة كان واجب وحسن ودليلة سؤال هذا أتراضه النبيذكو إنو حاران يهي وحين كو قرن نبيذكو مسكر حبو سخرامية وحكا ستوح سخراميانا وحاران يعني النبي قال عليه الصلاة والسلام كله مسكر حرام كان نبيذكو إنو حاران يالكا إنو قصو بحصا لأن نبيذكي أياسنا مسكرة ساس وكرة دليل مركي ليدا هذو أو وحي علمي كان سنة يعني وحي الأوغاذو سيدة متواتر أما وحاو كان سنة يا للظن إن شيء يجي هبال حوق بدن لقوها يو سيدة قياسكي أوكاله يوحي أبا الله متكا وأدلة لدري شنة يا وحي أبا قاركودنا وحاو شيء يجي كأوغانيسا سي أوغال يعني قوان ايه دوغانيسا بغا شيغا او دليشتو وحي هذا متواتر او دليشتي اما اجماع او دليشتي وحويان سكوتي آن هين اجماع قولي او دليشتي مرارك قال كينو اكاد وحي هذا دليشتو وحاوكو قارسين ايا وغان شق قوان ما هوا ظن يمال حوق بدن طالما وحي قياس لو دليشد او كره ما يجمع سكوتي لو دليشد بركا النظر كي يا دليل كي استدلال كي بها كان شيخ انه تعريفي وحيابه انه غصب حيا تعريف كي هرويه والظن ظن هنا تجويز امرين تجويز وبنين تلبنين ايو أمرين لبا أريموت يوحي كسي بضن فأكثر إن لبنا أيو بنين عقلية وتجويز عقلية أحدهما متكود أظهر وكم وقال بذنيه من الآخر ككلأ وكم وقال بذنيه كاسواح للهضاء ظني وذي الظني يشكي كان صوص هذا حق يهركم من صوارك لكن ما دو شيخ علمي صوص هذا هذا علم وحي كسهر تشيدو ينو تعريفيو جهليا هذا علم قيبي سو ينو شيغي وحاو دونا انو نو دمهيسترو انواع الادراكات هليلتان كشي لا هليلو نوعيدا اي ليدا او علم اون بينو هين حقي هره جهليين وحا انو كان انو شيخو تعريفيو ده علم بو تعريفي جهلوا كسهر تشيدا هذا ظني غي شكي انو حا مشا كيناي مرادو علمي جهد وصوشي إدراكات كيبو دمهيستريا
شيء إن له ليلة قاب كلها ليلة يعني قاب علمي يسر نقطه أما جهلي أما ظني أما شكي أنواع الإدراكات إن شيء له ليلة قاب كلها ليلة صدق النقنيه يوحي كسب حيبال النور ما يستريا نعم بكا وظن ظني جوا حوي تجويز أمرين لبا أريموت إن لبنايو عقلي هان أما كبدن صدح فرشن أحدهما لبا أريموت بدكوت أظهر وكم وقال بدن يهين من الآخر ككله عند المجوز قف كسدن كبري أكتي سبرك الأيغو لبا ذن أريموت وحنا كبنا يسي مدبا كوغم وقال بدن أكتي هذا كحوق بدن كحوق بدن أيا وحالي ده ذا ظني أي أمرك على هذا محو نقول يا ظني أي نقول يا بك ظني و لبا أريموت أما كبدا أو احتمال يعني أريم بوحو احتمال إنو سيدا النقضو إنو سيدا كلا النقضو إنو سيدا النقضو لبا أريموت كبدا بو احتمالا لكن دنبا أكتاد كحوق بدن أكتاد وحا كحوق بدن دنبا كحوق بدن دنكا كحوق بدن يا محل إلى هذا ظني بال إلى هذا دنكا لقحوق بدن يهين وحل إلى هذا وهم وهم بال إلى هذا بكا محونا قلنا يا ظني واحتمال أمرين فأكثر احتمال أمرين فأكثر إن لبا أريموت يكبدا وشيئا احتماليا مع الترجيح يعني الله قوائن لبا دي أريموت ميدكوت مدورك أريموت ميدكوت وحوك بدنيح صالحان صلاحات باتو كنسا وحاد سويد دي سي رقعدا رقعد دي لباد وانسوا تي صلاحات أكتاد أنو حاكو حوك بدن إن يتهي تي لباد إن يتهي لباد تهي بأكتاد كو حوك بدن لكن waxaa jira احتمال يصوره وكله oo agtaada tilmaamay tii saddexaad inay tahay laakiin waxa kugu xog badan inay tii labaad tahay marka dhanka xogga badan ma maxayna dhanni ina ragacadii labaad tu kana sa waa sida dhanniga iyo malahaaga ku xogga badan leh kaasaan ku soconaysa dhanka kale ina saddex bilay saddex tahay maadaama lagu xog badan yahay waan baa la yiraahdaa كنا عملوا في الميز والضواف يسي وحد ضواف كي الشوط كي أفراد ضوضة بصير كيش سنات أيه كوكو صور ده عادي وحنا كوكو حوق بدن إن هذا كيش سنات كجرتو أي أكتر هذا حوق بدن لأن كه حوق بدن ما محينا والظني إنه أفري هاي والله جاي أبو احتمال صوره بدامه ولا حوق بدن هو وهم بكا هذه لبادي أريموت متكود وراجح يعني وأكتر هو حوق بدني هاي كحوق بدن نوام حي ظني كلاجا حوق بدني هينا وهم بعلي نحبا بكا ظني جواك ظن الشيخ هو شيء لكن وهم مو شيء جين وهم كوا مقابل كيس أو كسهور كذا نعم هو الظن ظني تجويز أمرين فأكثر يعني لبعض الماضي كبدا إن لقبنا هي ويان وأحدهما متكوت أظهر وكم مقال بديها من الآخر ككلو كم مقال بديها تجويز بك الشيخ ولا هي سك مسامحة كجرتو ظنك تجويز معها هو الظرف كحوق بدا يقابل يا الظرف كلقح حوق بديها نعم بك احتمال كحوق بدن بظن لي هذا هذه لبدي احتمال كحوق بدن ويان كورن واحد ضوافتي لا مس صدح لا بنكو ما حوق بدنا صدحنا كو ما حوق بدنا بركا شكي بو نقنيا هكا عدد تكون سماتي صدحات دو صوتي افراد صدحنا وا سورغل افرنا وا سورغل بدنا كو ما حوق بدنا شكي با كالي دحدا وا كان كو خيغا بركا وا شك شكي تجويز أمرين وإن لبا أريموت وحياد كبنا يسو تجويز عقلية أما ديكا بدن
oo laa maziyata wax dheeraad ah uuna u sugnaan liyaxadihimaa midkood calalaakhari ka kale uu dheeraad ka leeyahay ixtimaalu amrayni fa akhar min ghayri tarjiix in laba arrimood iyo ka badan uu sheegay ixtimaalo tarjiix la'aan tarjiix la'aan dhan aada xoog badinaysaana ma jirto sidanna waa suuragal sidanna waa suuragal sidanna way noqon kartaa sidanna way noqon kartaa taa maxaa la idhahdaa shaki baa kaa la idhahdaa marka wahamkiina dhanniga muqaabilkiisu noqonaya oo wahamku waa alixtimaal almarjuux waa dhankii marjuux ahaa laga xooga badnaa ee dhanniga kasoo horjeeday nacam haddaad ka sheekada ninkii zayd muu taagan yahay mise wuu fadhiyaa muu taagan yahay mise ma taagna ood kala saari weydo waa shaki haddaad xoog badisay inuu taagan yahay dhankaad xooga badisay ayaa dhanniya inuu taagan yahay ah inuuna taagnayn oo laga xoog batayna waa waham idan alidraakaat hadda maxaanu haysanaa waxaanu haysanaa cilmigii oo laba qayboodaa alcilmu adaruuri alcilmu annadari cilmi wixii kasoo horjeeday oo ah aljahlu oo laba qayboodaa aljahlu almurakkab iyo aljahlu albasiit iyo adhannu ixtimaalkii raajixa ahaa dhanni wixii kasoo horjeedo ah alwaham ixtimaalkii marjuuxa ahaa iyo shaki oo isagu wax weeyaan ah ixtimaal amrayn fa akhar min ghayr tarjiix tarjiix la'aan in sheego sidan iyo sidan bay suuragal tahay inuu yahay nacam waxyaabaha caynkaasiya ayaa markaa halkaa inoogu yaala sheekhu inoo tacriifiyay kadib intaa markaynu ka soo baxnay cilmigii usuululfiqhiga ayuu hadda inoo tacriifinayaa wa cilmu usuulilfiqhi fiqhiga usuushiisa cilmiga ka hadlaya ee loo yaqaana cilmiga usuululfiqhigu duruquhu calaa sabiil alijmaal meelaha qaar waxaa ku qoran wa usuulu lfiqhi oo cilmi kumay darin duruquhu waa fiqhiga duruqdiisa yacni adiladiisa calaa sabiil alijmaali si guud oo duuduub ah waxa weeyaan loo ogaanayo usuulu lfiqhigu waa maxayna usuulu lfiqhi waxaa la yidhaahdaa duruquhu waa fiqhiga duruqdiisa yacni adiladiisa adiladaasoo calaa sabiil alijmaali qaab ijmaaloo guud waxa weeyaan ku dul sugan qaab ijmaaloo guud ku dul sugan ayaa la yidhaahdaa usuul alfiqhi wa kayfiyatu alistidlaali biha iyo qaabka loo dariishanayo duruuqda ijmaaliga ee guud qaabka loo dariishanayo wa kayfiyatu listidlaali biha iyo qaabka loo dariishanayo duruuqda fiqhiga ee ijmaaliga ee guud waa laba waxaa markaa fiican sheekhu inuu ku daro arrin saddexaado ah wa xaalu lmustafiid ama wa xaalu lmustadil iyo qofka mustadilka ee waxaan daliishanaya ay ka faa'iidaysanaya xaalkiisa cilmiga usuulu lfiqhiga tacriifkiisu waa maxayna usuulu lfiqhi waxaa la yidhaahdaa duruuqda fiqhiga ee ijmaaliga ee guud duruuqda fiqhiga ee guud ee ijmaaliga iyo yacni duruuqda adiladii buu ka wadaa waa adilada fiqhiga ijmaaliga ee guud iyo adilada qaabka loo daliishanayo iyo qofka daliishanaya xaalkiisa intaasoo la isku daray waxaa inooga soo baxaya usuulu lfiqhi ayaa markaa inooga soo baxaya ee tacriifkiisi markuu ku leeyahay waa duruquhu calaa sabiil alijmaal waa fiqhiga adiladiisa oo qaab guud ku dul sugan waxa uu ka wadaa waa qawaacidda iyo adilada guud ee fiqhigu uu leeyahay faqiihuna uu u baahan yahay qawaacidda guud
أدلة الفقه الإجمالية وأدلة الجود وقواعدية إن أذكرته قاعدة لا يلاحظه الأمر للوجوب أمرك واجب من مؤسقنا هذا والنهي للتحريم نهينا حاران تمين أي أسقنا هذا أمرك أسقنا هذا وجوب إلى الله لا وحكسر فيه موياني نهي نروح أسقنا هذا التحريم إلى الله لا وحكل لحية وكسر فيه موياني ذلك عامك عموم كيس الله وجو عمل فريعة إن الله لا وحخص قريه موياني ذلك مطلق سيد سن إدلا قيس الله وجو عمل فريعة إن الله لا وحقيدة موياني سو مرتان وحي مطلقة لما قيد يو وحقيدة يو إن الله يموياني وحقيدة يا هدي الله لا مطلقي ولا قيد يا أو كا قيد يا يلقو قيد دونا أو حيوان أسس إن شاء الله تعالى وأدلة الفقه جي جود قرش هذا لجرنا يا أقوال الله يا لنا يو أدلة الفقه جي جود أدلة الفقه جي جود بأصول الفقهية وكيفية الاستدلال بها يقابك اللو دليشنا يو قابك أدليشنا سي إلا قرتو نعم وتيمك الشيء عندي عمومك إن عامل مديس الله هو عمل فلا هدي لهدي الوح خاص قرينا يا إن عام كل لجو خاص قرايو وقاب كل لود ريشناي وحال المستفيد أريها صدحات أما حال المستدل قف كل مستدل كي واحد دليشناي حال كيسين لقرت قف كي واحد كفاية ريشناي وأنا مجتهد كده قال لا قف كمجتهد كوايو مجتهد كصفات كيسة يتلماميس وامحي شروط رادقة وامحي مجتهد كقيبه سو كرليه وامحي مجتهد ياك صور كذا مقلد كي مقلد كيس نالا قرطع عدو وياهي وهكذا وقفك مجتهد كيسا وطوص بوقد وقف سنة يعدل لنا قفك مقلد كيسا مجتهد كي بدوات هاقيه ومجتهد كي يحوش ياقو ايو ساقو قادان ايه اوود وحام كقف سنة هاي ساقو مهيو فكا علم أصول الفقه جواك كاسا واحد لهذا علم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال فكا علماء قال روح إليهين أدلة الفقه هي جود لكن لا نهاية قواعد معها أدلة الفقه هي جود والكتاب والسنة والإجماع والقياس أدلة الفقه هي جود وأكوا قف كفى إذا سنة مستدل كان ومجتهد فيه قابك لوغا فايديسان ايانا وإن لوغا دو دليل كن فقه غا يقود آيات دي إن وقفك اوغا دو أقوان ويشقابك اوغا فايديسان لها يعني ما أمر بشيغيسا ما نهي بشيغيسا دليل كن ما حشيغي أمر وحشيغي النهي ما عام با ما خاص با قابك نواكا ساسي قاركود وحوياني ده دار المهم أدينا صدها روكس عنو وشارحنا إنه قبنا يوم أدلة الفقه جيود وقواعد عامك. قط صالحان أحد لا هذا هاي. صلاة حكم كذا بك هدول سال الله صوب حضو. صلاة وواجب. صلاة وواجب مك هتلاقوا حكم كي. اللي بدري اللي بده يسته. دري الوا من عامة من نوع من خاصة. أحد لا هذا هاي. صلاة حكم كذا أحنا كلا صوب حياة. دليلك عامك يدليلك خاصك واسكت جبنا كلا صدح بحنا واحد ليه ضهاي إلهي وحوليه وأقيم الصلاة صلاة أوجا أقيم الصلاة وأمر حبال إسمري أقيمه والأمر للوجوب أمرك نوح أسق ناضي واجب نمو والأمر للوجوب ودليلك عامك أها أمر كستا وحويان وقرآن كي يسرنا كوي مادة وأطهر قاعدة الأمر للوجوب إلا إذا وجد صارف صلاة دينا لكم ولين أمري وأقيم الصلاة ودليلك جارك أحا يسيد جارك أشي يجي صلاة دليلك عام كان الأمر للوجوب وين دليلك خاص كان هو أقيم الصلاة إذن الصلاة واجبة صلاة واجب ما دام أمرك وجوب أسق ناضي هل كان صلاة دينا أمري صارفنا أن لهيلين صلاة واجب
صلاة واجب وهكذا وحياه هكذا طبعا وانت صالة صلاة واجب من ماذا إذا وحويان دواء والشيء معلوم من الدين بالضرورة ويدوك الفقه بل قلت المايو مايو قرشد وقفك وقرانا يو سينا هرا صور دقاني يمحي اجتهاد وحويان لغو سوا حصلي يو وضاد الأمر اجتهاد هيد با فقه لغو مقعاب يجري وعلم أصول الفقه علم أصول الفقه طرقه أي طرق الفقه وفقه الطرق ديسة بمعنى أدلة ديسة طرقه أي أدلته أدلة الفقه ويان تصو على سبيل الإجمال قاب جود كدر الإنسان وكيفية الاستدلال بها يقاب كلود دريشان أيو يقاب كلود دريشان أيو بقى علم أصول الفقه ما هذا الإنسان وقاته روكا المطبوك هو صح سريع وأدلة الجود قاب كلود دريش هذا يكود دريشان أيه أنت ما حالك كل هذا أصول الفقه مركا واحد لنا هاي تعريف كأصول الفقه جهت إنساق أبنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وعلم بارية أما اللغة بارية عن أدلة الفقه الإجمالية أدلة الفقه جود وكيفية الاستفادة منها يقابك اللغة فائدي سنة وحال المستفيد يقفك كفائدي سنة حال كيسة علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها أما وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد أما وحال المستدل كذا أنت كاتر هذا وكيكره تعريف خاص أيامك هينوس وكوبي وعلم بارية أدلة الفقه هي جود يقابك اللود دليشنا يو أما قابك اللود فايديشنا يو يكدليشنا يا حال كيسة أما كفايديشنا يا حال كيسة كاسامر كالي هذا أصول الفقه كاسالي هذا كدبو حشاخ ربا أبواب أصول الفقه قال لك هذا له إنه ينشا يو أصول الفقه قم حوكا شيكايا أبوابتي يا عشرانتي أصول الفقه وكا شيكاينا يي أيا سي جود شيخ ينوغو شيكايا وأبواب أصول الفقه أصول الفقه أبوابتي سو كهضلا يا وحوي أقسام الكلام وكلامك يا هذا الك قيبيس أيو كهضل إن شاء الله تعالى بك أقسام الكلام يسود ستة صعوبة ما هضلو لكن ما دام الله بها يقول إنه قف كل هاي كلام كي قيبيس وحاء ولا إشارة والأمر أمرك والنهي نهيك وحيلس أمري وحيلس كديدي وحيلس كتعلقي والعام والخاص عمومك يخصوصك وحي عامك وحي خاصك أها والمجمل يكي مجمل كأها إلى ضو دوبي والمبين كي العدي يمجمل كأها مبين كي سعدي نعم بك هذا مبين كي مرك الله له كي وحدينا يي كو عدينا مبين بنغنية والظاهر كي ظاهر كأها معنيه حوق بدنا والمؤول إلى حوق بدنا هذه سجل حق بذينا دليل كحق بدني والأفعال أفعاش رسولك عليه الصلاة والسلام يحكمك يلنص والناسخ كي وحنسخي والمنسوخ كي لنسخي والإجماع إجماعي ومدوح يسكوها فقدي علم ذي مجتهدين تيدو والأخبار ورركي يا أخبارتي رسولك اللي يصوري عليه الصلاة والسلام متواتر كيدي أحد كيدي والقياس قياسك وحي القياس قادني والحظر ديد مدي والإباحة وحويان بنانشه شيء برانها وترتيب الأدلة الأدلة لترتيب تيدي لترتيبني عند تعارض مركز كهارت ماضو وصفة المفتي قفك فتوانيا سفديسة يتلمامتيسة وقفك مجتهد كاها والمستفتي يكي فتوى دلبي مقلد كاها سفديسي وأحكام المجتهدين تلك المجتهدين تا أحكام تودا أي ليهين يا أقسامتا أي ليهين وحيابها سألقا قهد لا علمي وصول الفقه العام والخاص مركو الشيقي المطلق يا المقيد كمو دحضرين لكن حاجة دنبو دروس تدحضي ذا مركو ينوت المامي إن شاء الله تعالى العام والخاص وحو الشيقي دونا المطلق والمقيد لبدا أنا وكصدر دونا لكن هل كان كمو الشيقيني حقها كله
يا مناسبة كذا حيث أوجد وشيخ وكين دونا كوحيابها سالك جهد ليه وكتاب كنا وقي من دونا وحنا وقي صهور السين يا أقسام الكلام كلامك قيبيس ساسو قوة يا إلا جب جبده لقى جاريو فأما أقسام الكلام كلامك قيبيه سميع فأقل ما شيك أوغير أي يتركب أسكجي ماذا منه حقي سأل كلام هذا كأسكجي ماذا اسماني والله بمجع أو أما اسم وفعل ومجع يفعل أو أما فعل وحرف وفعل يحرف أو أما اسم وحرف واسم يحرف بركا كلامك يقيبه سيوحس كجي ماذا وحكش كايا نحوها رجع هلا لكن هل كان علم ذوي صالح جريان ودقفك أصول جاها يعلمك أصولك كتابك السنة دي أيوحس كنايا إن لا دريش هذا كتابك السنة دي نوع حب عن اللغة العربية إن وقفك قانون ليه سدا وجد بقى كلام محل إلى هذا يمحوك كوبين هاي إن يرى وحويا كمدة والشيخ هل كان وش هاي بركا حيابة سلفيق يقصون حقيقية لكن حقيقة هان أنا كمدة هاي وأنا لقوا إشارة يا صفة فاسرنا مش هذا لو قلت جاية وعلمك إن حواه صالحان أيوقفك وضارنا يا فأما أقسام الكلام كلامك قيبي سميع فأقل ما شيء أغير أي تركب أسكجي مادة منه ما حقي سأل كلامه هذا الكوسكجي مادة اسمان ولا بمجع لبم مجع أبو هذا الكوسكجي مادة سيدة أنا ثلاث صالحان الله ربنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا أساس أخوات ثلاثة والله بمجع زيد قائم سيد وامي التاجن والله بمجع أيك كوبين زيد قائم زيد أو تاغية أو اسم وفعل أما وحو اسكجي مادة اسم يو فعل اسم يو فعل قام زيد زيد باكع قام زيد جاء الحق زهق الباطل وفعل يفاعل مركا فعلك يفاعلك يو اسمي أما فعلك واحد تسانا يفاعل بواحد لذا قضي الأمر وفعل ينا يفاعلك اسمي ينا يفاعله انت ساء وير وحشيغ قرعي أو فعل وحرف أما فعل إيو حرف بوسك غي ماذا فعل إيو حرف بوسك غي ماذا سيدا ما قام ماذا نافية ذا يقام وفعل كيا ما قام موكع بقى تعين كاسياد دود باكا تغلوح لين علمضو فعل يوحويان حرف اسك غي ماذا كلام وصورة قلمة علماء قارنوا السجيان قال علماء إنه حادا ممكن يكسر عنا الطريق هذا يوضع ذي مريان وحويان إن هنا أنت عصو كريات هذا الكسو قاضي إليهن ما قام ما خاطر هذا حبا قرصون حبا قرصون ضمير با قرصون ما قام أي هو لم يقم موكع هو ضمير با قرصون قال علماء قاركوا الضمير كا قرصون ما يترين أنت المغتوم بيترين ما وحرف يقام او فعل كيا اما لم يقم لم وحرف يقم او فعل كيا انت المقاطون بيتريين لكن ده سيده حوق بدن علماء النحو انه يكون سودان اسم ضمير كا قرصون ولا تيرنيا وما قام يهو ذا قرصون ولا تيرنيا لم يقم هو ضمير كا قرصون بركا حقيقه مخينا قنصا ما قام اما لم يقم مخو ككوبن يحي لم تن وحرف قام اما يقم وفعل كيا يضميرك قرصون واسمية بركا صورة قل ماها إنو ككوبنادو كلامك حرف يفعل وحكلاو قرصون أين تشرين به صورة قل ماها بركا حقيقة دو فعل يسم إنو ككوبنادي حرف كنو صورها عيو أو اسم وحرف أما اسمي يحرف بو ككوبنية وباب كيني داقة يا زيد وكلا يا زيد يا أو حرف كيا حرف النداء يا زيد واسم كيا عنا قال محيلين يدنا صورة قل ما إنه كلامك ككوبنا هذا اسميه حرف صورة قل ما لأن ماشى كلام مقدر باتشرا فعل فاعل ككوبا وما قالت هذا يا زيد واحد معنى هذا أدعو زيدا زيد بن أمية يا ويا ما قالت هذا يا الله واحد معنى هذا أدعو الله إلهي بن بري يا ويا
مركا حرف كان ياد اهي او حرف نداء اهي وحن نائب كي هاي فعل يفاعل بو نائب كي وحن نائب كي فعل يو فاعل ايو وحويان نائب كي يا زيد ما خاطر هذا ونادي زيدا زيد بن رواق يا معنى هذويا مركا تانو يديدين علماء نحوذو ان لي هذا اسمي يا حرف كريات ايو كلام ككومية ما دامو ماشا نحوذي ان لقاها هذلي اسك اشارات قود بو شيخ ونسيي ميلها انا وحويا عند النحات ان الكلام لقو تيرني ونغا شاقنا وصورة قل ماها نحات اكتو هذا ان الكلام لقو تيري وحان اسمي لسعون هو اللبا اسمي اما وافعل يا اسمي اما وافعل يا اسمي مركا هالكو كوري اللبا اسمي واصح اسمي يا فعل نواصح فعل يا حرف حقا وكوري اسمي كما مغنان كرو اسمي حرف حقا وكوري اسمي حرف وكلياتا فعل كما كوبنانا يه وحا اقدرا فعل ايام بكا لسو قدريا او فعل يا اسمي ايام بكا حقيقة دي بقنو قنصا المهم انه الشيخ وينو الشيخ واسدا فاما اقسام الكلام كلام كقيبي اسمي فاقل ما شيك او غير ايه تركبو اسكاقي ما دمينو حقيسا منه ماغا اسكاقي ما دا الكلام هذلكو اسمان والله ما مغا او اسم وفعل واسم يا فعل او فعل وحرف وفعل يا حرف او اسم وحرف واسم يا حرف نعم وكلامك هو حاوير كلامك اسكاك ايمانيو ايا انت او شيخين او شيخ والكلام كلامك ينقسم وحو قيب سماء الى امر وحليس امر ايو سيدة صالحان قم ان لغو الى هذا ونهي ديدمو وحلقو ديد ايو سيدة صالحان لا تقعد فريسان وكله وخبر ورلقو شيخ ايو جاء زيد زيد بايمد واستخبار وارضرب استفهام ان لغو ورسان ايو وحلقو ويدين ايو صالحان لغو داهو احضر خالد ام عاصم اما هل فهمت المسألة مسألة دي ما فهمت هل قام زيد زيد موكعي انت سوق قيب سماء وينقسم ايضا سدوك الوح وقيب سماء الى تمنن وحل تمنن ايو وحوين لتعليسان ايو او تمنية ليت الشباب يعود يوم لن يرنم دي ما يصور نقط والشي لتعلي هاي انو صوا حصله اما هو مستحيل ليت الشباب يعود اما قارتان كيسة ايام الكافق وقفرة تدي سبق وضعينو داضو ليت لي ما انفا حج بي الا ما نحاول هايستو انا كو حجو وحكفك اسكا عير رحمان هيسن ورجلي سنو قوضي يا سيدا كو هاد ليا وتمني وحكفك بو تمنينا يا اما وح مستحيل هابا وعرض بندق ايا امركا اوقي بسما وينقسم ايضا الى تمنين وعرض بندق يوح لصو بندق ايو الا تنزل عندنا وما ان لصو دكت اكتا اذا ما تمادي وح لقو صو بندق ايو وقسم يدار لدارنا يو والله إلهي بان كل دارته لأفعلن الخير خير كان صمينا يا ومن وجه آخر وجه كلامك اللي جاءه ينقسم إلى حقيقة ومجاز مركا قيب تاهر شيخو ساسوس كده بقلي وحو كلامك هو قيب سماء أمر نهي خبر استخبار تمني عرض قسم مركا ميلاها أن حيابان الشيخو حقا كجهد لي علمي قبلاغة لك جهد الله وبلاغه ان كوارك دونا ان شاء الله تعالى marka marka la soo khulaaseeyo waxa culimadu leeyihiin kalaamka laba baa loo qaybiya waxa loo qaybiya khabar iyo insha kalaamka waxa loo qaybiya khabar iyo insha marka la soo koobo khabar waa wixii ay suugal tahay qofka ku waramaya in la yiraahdo run baa sheegtay ama run ma sheegin ma yahtamilu sidqa wal kadib aw wixii run iyo been ihtimalaya ayaa khabar la yiraahdo lidaatiisa si marka loo eego وقفكو كو هاد لو حيلو عرن كرو وارمتا اما وابنتا خبر كسيدي سمرك اللو ايهو هام حالي لهذا خبر انشانو حالي لهذا ما لا يحتمل الصدق والكذب هو حي ان خرين يبين منا عن احتمالين خرين يبين وحان احتمالين ام حالي لهذا انشاب علي لهذا خبر كواسدا قف باكوري قام زيد زيد بايستاغي جاء محمد محمد بايمد حضر المعلم رم بعض شركة يبين بعض شركة لا بد هو احتمالها كسواء خبر إن شاء قلنا رم بعض شركة يبين بعض شركة ما احتمال يعني سيسمر كله يقو هذا نقول هذا اكتب قر
قم استاك لا تقعد هفريسا امر كي نهي يو رم بعض شيخته بين بعض شيخته ما يحتمال رسول وحي لقو ديري وحي لقاره يبي مركا خبركو وكا الى امر ونهي وخبر كا خبر بالي لحظة انتن كلا قرب صعوتا انشاء بالي لحظة وامركا ينهيك استخبارك واستفهامه وحالي لهذا يتمنيك يعرضيك يقسمك انت سبوه انشاء بركا خبر ماها انت كل عرض محين وغنيان انشاء بين وغنيان انشاء غان لبالله قيبيا الانشاء الطلبي يا الانشاء غير الطلبي انشاء طلبي وحلقا دلبيو وامرك ينهيك استفهامتي تمنيك عرضيك وانشاء طلبي بدنو غير الطلبي وحويان وقسمك نارتا كاسنو وحنو قنية إنشاء غير الطلبية بكا انت مشيخ الشيغي بكا لصوخ ولا صيو وعينك وانا مباحث يوحيابا لقاقا هدلو علمك بلاغذا وحال كان انا لقاقا هدل لكن إشارة الشيخ بحيويان وحانا اقول مهم سن حيابا الشيخ حقا نخو الشيغي أمرك ايو ينهيك اقول مهم سن سيدا اوغيد لبضا الشيخ هو سوء علين دونا يو كهرلي إن شاء الله مباحث سبا كميتهاي المباحث الأصولية كميتهاي لكن وحيابها كله ما كان يو بعدام وحق أصول فيقي أمرك لا يقو فوائد سيوين وحوق بدن أين كل سنين الشيخ مشيقين أمرك ينهيك أيو الشيقي كدب حونو الشيقي كلام كقيبه سا قارك له كميتا أوح ومن وجه آخر وجه كله يدن كله مرك لغا في ريو ينقسم أي ينقسم الكلام هذا الكوحو وقيب سما إلى حقيقة ومجاز هذا الحقيقة يهذا المجاز بكا كنوا تقسيم كله وعصب وحق هراء وحنكو أرقني إنو شيخ تلمامي كلامك بركا الإيغو وحيابوه اسكاق إيمان أيو إنو اسكاق إيمادو لبا اسمي اسمي يفعل وحو كدر فعل يحرف اسم يا حرف لو قبصده سدوا كلا وحا وشيغي مركا لايغو باعتبار مدلوله وحا وتصي مركا لايغو ان لبا قيبود كسو خلاصيني خبر ايو انشاء انشاء كان انشاء طلبيه يا انشاء غير الطلبيه هلك انه وحو شيغي يا شيخو وحويان مركا لفيريو باعتبار استعماله كلامك استعمالك يسمرك اللي ايغو ان لو قيبين ايو حقيقي مجاز وتقسيمك وكا تقسيمك حقيقة دي مجازك وحلقك هدلا علمك بلاغة لكن وحي رغو اسك اشارة ايا الشيخ وكسو قادم دونا ان شاء الله تعالى لكن ماشا القد راسيو سدا وعن لغة الله وعلم البلاغة هذا سأل لغة الله ومن وجه آخر وجه كلامك لغة إيغو ينقسم حقوق بسماء كلامك يحضرك إلى حقيقة ومجاز مد حقيقة يمد مجازة يوقع بسمية فالحقيقة حقيقة ما واللفظك بقي باقي كؤ هذا في الاستعمال استعمالك الله استعماله على موضوعه وحلودجي حقيقة وحالي لهذا لفظيك باقي كؤه إن لا استعماله وحلودجي وحلودجي إن لا استعماله لفظيك باقي كؤه أيام حالي لهذا حقيقة لهذا صراحة لفظيك أسد وحلودجي للحيوان المفترس حيوان كيمها كتير أي وحوغار سنية أي كلمة أسد لودج هذا ترى هذا رأيت أسدا لباح بان أرك هذا ترى هذا وحلقوا حنباري حقيقة ديسي وأه الحيوان المفترس كاسين كو حنبارنا إن حيوان كي لباح الأولنشري أدركته بركا حقيقة ديسا لقوة ديا لأنها هو اللفظي باقي كؤه إن لا استعمال وحي لودجي وحيوانك أو حيوانك نعم
مركا تعريف كاسوا تعريف وحوغا كوبا وحقيقة ذا وكهد لي حقيقة ذي اللغويقة هيدون ويا لكن تعريف كدن بيه شيخ وصوضو ايا كعامسا وحقيقة ذا قيبه هيد أردن وحويا كوب سنية فالحقيقة حقيقة ما واللفظي بقي باقي كوا هذا في الاستعمال إن لا استعماله على موضوعه وحيلودج وقيل وحا ليرين وتعريف كله وحقيقة أي لا يظهر علم ذا قاركو ذاكو تعريفيين وقيل وحا ليرين ما استعمله ووحي لا استعماله في ما اصطلح عليه وحي لغوه الشيئي من المخاطبة أي من الجماعة المخاطبة اللي غيه الشيئي جماعة ذي كوحدة وحويان وضهد ليسا وحنكو وضهد ليسا ولو موضوعي سيهره يونا باقي بكو أهاني يقوم حيليهين ما واللفظه استعمل لا استعماله فيما معنى دحذي با لا استعماله اصطلح عليه لغوه الشيئي من المخاطبة أي من الجماعة المخاطبة وغيرها جماعة ذا أما كوح ذا مخاطبة ذا وحن كوة ذا هاد ليسا اللفظ يغان قاركود كوة كلا يكولا هاد لين وحي أدتشيين هدي أو استعمالان وحالا إن هذا حقيقة واللفظ يغان لو استعماله وحي دتك وذا هاد ليا أي وغوه الشيئان إذا استعمالان مركا سيدا مركا ليدا هذا وحا سوقو ذا قليا حقيقة ذا قيبه دي كلا دوانا أي سوقو ذا قليا هديتها حقيقة لغوية يا هديتها حقيقة عرفية يا هديتها حقيقة شرعية صدح ذي نوع حقيقة ذو أي الله هيدبا تعريف كان وكوب سنية تعريف كان هو كوب سنية بقى فيما اصطلح عليه من المخاطبة مركو كلية هاي وإن لم يبقى على موضوعه ولو موضوعي يوحي هوري لودتشي يونا باقي كوا هانين به ولو يوحي هوري لودتشي يونا باقي بكوا هانين ولفظي الصلاة ولوتشي يدو الصلاة دا قاركا ينتو كنو وحو حقيقة كوية هاي وحي لودتشي وحو حقيقة كوية هاي وحي لودتشي الدعاء بكا حقيقة اللغوية ويان لفظيقة الصلاة وحو حقيقة كوية هاي وحي لودتشي واه بمعنى الدعاء مرة وحو حقيقة كوية هاي وحي لا استعمالي واه صلاة ان تكنو بكا نوا حقيقة شرعية حقيقة شرعية هذه الدعاء ليلة هذا وحقيقة لغوية هذه لذا صلاة وحلوت شيء ذا صلاة أنتم كنوا الله أكبر كبلا بنتا السلام عليكم كنا ما تقاب كجارك الله تكذنا وحقيقة محي شرعية مركا صلاة أنتم كنا مركا الله استعمال يوم لفظ قال الصلاة موضوع عيسي رباقكم آه هذا نوح الله استعمال ذاتكم وذا حضلا يا وحيوه الشيين وأصلاة الله أكبر كبلا وانت يا السلام عليكم كل ما نسى الصلاة إن وحويا لو تشيدو وعلماء الشرعي ساسقوا يقال عن الصلاة دي وحي لك لكل مين وحويا نسك قرآنك يحديثك رسولك عليه الصلاة والسلام والصلاة صلاة إنه وشها تبقى حقيقة شرعية مركا نعم كاس مركا وهي حقيقة مجاز كوا محي مركا والمجاز مجاز كنا ما واللفظه تجوز لدافيو اللغة قدبيو به إساقا عن موضوعه موضوعيسي مجاز وحال إلى هذا ما تجوز وحي لغة قدبيو ما تجوز وحي لغة قدبيو أما ما تجوز وحي سقو كقد بيضاف ما هو لفظه
أما الشيء تجوز لغا قدبيه يعني به إساقا عن موضوعه موضوع إسي وحي لودة شيء وحي لودة شيء كلغا قدبيه أي واحد لديه هذا مجاز بكا تعريف كامل كان كرسو عنه هذا ترى هذا رأيت أسدا يرمي وحان أرك اللباح وحتوريا وحقانيا ما أنت أسد وحلو استعماله وحي لودة شيء وحانا هين معنيه سوى لغتها اللابي معنى كلا الله استعماله معنيه لودة شيء الحيوان المفترس أها الله ما استعماله وحا الله استعمالي معنى كله والله نقليه الرجل الشجاع نيكا جيسيكا نعم بكا تعريف كان وحو لمد يهي وكل سن يهي تعريف كي كوباده حقيقة بكا كي اللبات شيخ مشيقين كاس نمو حنو قنايا كلابات مركينو تعريف كلابات حقيقة ذا تعريف كأردق ميا يا مجاز كوية لنا يا محونو قنايا كي هو رأي حقيقة ذا حقيقة ذا كي سي لبادوحوها وقيل مستعمل في مصطلح عليه من المخاطبة هل كان نمو حنو قنايا تعريف كأردق ميا مجاز كا محويان تعريف كلابات ذا نقنايا وحنو قنايا مستعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبه غير بلا سوق لي مستعمل وحي لو استعماله في غير ما اصطلح عليه وحي لو هشيه وحان هين من المخاطبه جماعه كوحدي مخاطبه ودهد ليس قاركود كو كلي له هدلين وحي اي كو هشيهن وحان هين وحي لو استعماله اي و خنو قنيا مجاز بو نقنيا حدين سو خلاصينا مركا حدين سو خلاصينا وحن لنا هاي الحقيقة واللفظ المستعمل فيما وضع له واللفظ إذا الله استعماله وحي لودج اللفظ المستعمل واللفظ إذا الله استعماله فيما وضع له وحي لودج وحي لودج لغة أهان حقيقة لغوية وحي لودج شرعي أهان حقيقة شرعية وحي لودج عرفي أهان حقيقة عرفية مجاز كروح نقنية اللفظ المستعمل في غير ما وضع له واللفظ الله استعمال وحي لودة شيء وحان هين لفظ الله استعمال وحي لودة شيء وحان هين كاسنا نروح نقنية مركا مجاز بنقنية نعم هل كان مركا وحي نقولن تعريف كي حقيقة ايو مجازك وعشيخ يري والحقيقة حقيقة إما لغوية إما وامد لغوية أو حقيقة لغوية وإما شرعية أما وشرعية حقيقة شرعية وإما عرفية أما وحقيقة عرفية حقيقة وصد أحداث متكمداء حقيقة بكوشي وحكولية حقيقة وحلو غيبية صدح غيبات حقيقة شرعية وإن شيئا شارع ودجي الله سبحانه وتعالى أي إريقا معناها ودجي أما رسولك عليه الصلاة والسلام وصيدة صلاة ضوكرة الصلاة ومعناها لو دجيتهاي العبادة المخصوصة عبادة قاركة يا الله أكبر كب لا منت ينيد يا السلام عليكم كل ما نصى أي الصلاة والشرع ويقانا الصلاة لقاهان الدعاء والله يقانا لكن معناها والشرع ودجي الصلاة والصلاة دا إن تكنو كسالة ودجي مركوا حقيقة محي حقيقة شرعية أي نغنصة حقيقة شرعية أي مركا نغنصة الصلاة marka waxay ku caan baxday macnaha sharciga gaarka ah kowa manqul wala soo naqli oo macnahi luqawiga haa laga soo naqliyay macnaha sharciga loo soo naqli de tahaqi loo soo naqli bu ku caan nimabtayba marka as-salaah marka la yiraahdo waxa soo degdegay
dadku u wada yaqaanaan waa salaada la tukanayo ee ducaa dad badan umaba yaqaanaan. Marka xaggii loo soo naqliyey buu ku caannimo batay. Marka waa kelmad loo isticmaalay wixii loo dejiyey marka la eego min almukhaadiba, lanna culimmadii shareecada ayaa sidaa dee ku istilaaxo isla afgarta, iyagoo dee kala soo baxay macnihii qur'aanka iyo sunnaha. Asiyaam, soonka, wuxuu sharcigeen u yaqaanaa in la afaysto markuu waagu beriyo ilaa inta uu gobolku ka dhacayo. Wax alle wixii muftiraad ahaa ee soonka jibinayay, cunis iyo cabis iyo galmo iyo wixii kale muftiraadka ahaa, in laga afaysto. Taasuu sharcigu soon u yaqaanaa. Marka waa xaqiiqa maxay? Sharciya. Luqa ahaan asiyaam ama asawm waa imsaak, waa wuxuun laga istaago. Qofka hadli waaye shib idhaahda wuu soomay luqa ahaan. Innii nadartu liraxmaani sawman ayay tiri. Maxaa ujeedaa? Nabi Ciise calayhi salaam hooyadii Maryam, maxaa ujeedaa? Falan ukallima alyawma insiya, innii nadartu liraxmaani sawman, yacni imsaak iyo ka istaag, hadalkii iyo ka istaagaysa weeyaan, baa soom u isticmaalaysa. Waa imsaak, waa in wax laga istaago. Laakiin sharcan soonka waxaa la yidhaahdaa cibaado gaar ah oo afaysi muftiraadka iyo waxa qofka soonka ka buriyo oo laga afaysanaya ah markuu waagu beriyo ilaa inta uu gobolku dhacayo. Marka taasi waa xaqiiqa sharciya. Walxaqiiqatu, xaqiiqadii, imaa luqawiyatun, imaa waa mid luqawiya oo luqa ahaan baa waxaan sidaa loo isticmaalaa. Luqa ahaan waa assalaah bimacna ducaa, assiyaam bimacnaa alimsaak, in wax laga istaago, waa xaqiiqa luqawiya. Wa imaa sharciya, ama waa xaqiiqa sharciya, waynu sheegnay adna. Wa imaa curfiya, ama waa xaqiiqa curfiya, waa xaqiiqa curfiya, waa lafdi loo isticmaalo wixii loo dejiyey curfi ahaan. Curfi ahaan wixii loo dejiyey lafdi loo isticmaalo weeyaan. Xaqiiqada curfigaana waa laba qaybood: curfiya caama iyo curfiya khaasa. Waa xaqiiqa curfi oo caamo guud oo ahlulcirfiga oo dhan isla garteen, sida lafdiga addaaba in loo isticmaalo waxa weeyaan lidawaati alarbac. Addaaba in loo isticmaalo lidawaati alarbac, wixii waxa weeyaan afar lugood leh in loo isticmaalo. Laakiin luqa ahaan addaaba waxaa loo yaqaanaa oo macnaheedu yahay kullu maa yadibu cala alardi, wax kastoo dhulka hadduu socdo maxaa la yidhaahdaa? Addaaba ayaa la yidhahdaa. Luqa ahaan waa taa marka. Laakiin curfigu wuxuu ku khaas yeelay lidawaati alarbac. Dawaat alarbac ayaa curfigu ku khaas yeelay. Addaaba luqa ahaan waxaa loo isticmaalaa oo loo macnaheedu yahay kullu maa yadibu cala alardi, wax kastoo dhulka hadduu socda. Wamaa min daabatin ilaa cala allaahi risquha. Laakiin curfiga marka loo yimaado iyo curfiga caamka say dadku wada yaqaanaan waa lidawaati alarbac, sida dameerka wixii lamid ah, xayawaankii afar lugood leh baa daaba loo isticmaalaa. Marka waa curfi caam ah, kaasi waa curfi caam ah. Curfi khaasaa jira, oo curfiga khaaska waa maa tacaarafa calayhi bacdu altawaa'if min alalfaad alatii wadacuuha limacnan cindahum, waxaa dadka qaarkood ay u dejisteen macno gaar ah, waa alfaada dadka qaarkood macno gaar ay u dejisteen oo iyaga isla yaqaanaan, sida kelmadda aljazmu. Tusaale ahaan culimmada nuxaadu aljazmu waxay u yaqaanaan nooc icraabka ka mid ah, nooc ka mid ah icraabka maxay u yaqaanaan aljazmu. Laakiin luqa ahaan aljazmu bimacnaa alqadcu, waa jaritaan. Alrafcu luqa ahaan waa in wax kar loo qaado, laakiin cinda nuxaat alrafcu waa nooc ka mid ah icraabka. Annasbu,
الجر معنى يالقار او استعماليا كواما حين وحقيقة عرفية خاصة حقيقة عرفية خاصة وهي نعم الفاعل لغة هامر كالأيغو و عدي وحويا فعل كسميسي الفاعل واحد لهذا من أوجد الفعل عدي فعل كسميسي أي فاعل لهذا لكن نحوها مركا لتشوغو الفاعل تعريف قارو ليه اسم تعريف ك نحو هذا حناد كواركتين اسم مرفوع تقدمه فعل ودل على الذي فعل الفعل هذا تعريف كوكسون ومعنى قارة ومقع مرفوعة فعل كنا كهر مري عدي فعل كسمايسي كتسنية بيود دامركي لقاها لي علماء النحاد وحن فاعل ويقانا لكن مركي لتشوغو لقاهان عد اللي عدي وحسمايسي فاعل بالي لحظة إمك زيد قائم هذا ترى هذا زيد قائم زيد ومبتدا قائم نوا خبر سمعت زيد أرمى يسود فاعل زيد قائم زيد ما حي عرب كيسو مبتدا حتى أنا زيد قائم بالمعنى في ريو زيد قائم زيد أو تاجين يعني استاج يا سمي زيد بسمي لقاهان سيد وفاعل كي قيامك استاق استاق ليمد لقاهان لكن نحوهان مركز تشوق زيد ومبتدا قد لهذا اي ما ورانا سيد وفاعل ما ورانا سيد لان زيد وح فعل كهر مري وحويان بشر وهو وحقيقه عرفيه خاصه اي علماء النحاد فاعل كو يقان معناها غارك او كي غود اللغويه ان هين بركا صدح لها سوى قيسون صح والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية صدح لها قيبوت أي أكبر بحثة حقيقة عرفية ذنا عرفية عامة هي عرفية خاصة الحقيقة العرفية بركا هو مجاز استعمال كيد وبطي لا حقيقة ذي لغي اللاوي وشيء مجاز كي انت معنيه حقيقه ده لا سو نقليه معناك الله استعماليه مجازك اه استعمالك سيده وفربتي اد وفربتي الى معنيه حقيقي هذا اسك الا ويبا لغويغا اها حقيقه عرفيه نقنيه حقيقه عرفيه هي نقنيه لفظيغان وخي لو دجي وحان هين با لو استعماله ولا سو نقلي لتالكي لو سو نقليه أي استعمال كيسو كفر بطه إلا وكنا قضي حقيقة عرفية إلا وكنا قضي حقيقة عرفية الحقيقة العرفية هو مجاز استعمال كيسو فربطه إلا حقيقة دي لغا إلا بيبه ومكا الدابة مركي لغا إلا هذا دي استعمال كي فره بدنا إلا استعمال الذوات الأربع أي وحو كان لغا حقيقة عرفية وضد كيسو عرفيهان واستعمالان ونيقانان إلا بلغة إلا بمعنه لقاهان لود جي مركي هريها بحيد لك دول صعودة كدبوحو شيخو يرين والمجاز مجازكو إما أن يكون أنواع المجاز بينو شيخية إما أن يكون إما وإن وهذا بزيادة مدكو صاحة صلي بزيادة زيادة سببته مجاز كان إما إن وهذا هو يمدك سوى حصل زيادة سببته أو نقصان أما النقصان سببته بزيادة إن وحل سوكر دي أو نقصان إن وحل حذفه أو نقل أما إن وحل رراء النقل لسمايو وحويان شيء لرراء حقيقة دي سي وحويان لرراء أو ميركرا لرراء لو قوريو أو نقل أما نقل يقول لقورين أيو أيوك صاح سليا أو استعارة أما استعارة أي أمركا أو كصاح سليا استعارة ومجاز
calaaqadiisu ay tahay mushaabah, laba shay oo laisku shabahayo. Waa majaaznu calaaqatuhu mushaabah, waa majaaz calaaqadiisu ay tahay mushaabah, in shaygan shay kale lagu shabahayo. Afarta arrimood mid bay noqonaysaa buu sheekhu yidhi, ima an yakuuna biziyaada aw nuqsaan aw naqlin aw isticaara. Isaga afartaba kuu tusaalaynay marka. Falmajaazu majaazka biziyaadati ziyaada sababteed kusoo xasilay. Midlu qowlihi tacaala, waa hadalku ilaahay yidhi oo kale, laysa ka midlihi shay-un, ay laysa midlahu shay-un, ilaahay wax u dhigmayo la mid ahi ma jiro, wax ilaahay u dhigmaya ma jiro. Waxay leeyihin culimmadu, laysa ka midlihi, kaafkaa ku jira ka midlihi waa majaas, ku yimid ziyaado, bimacnaa kaafkaasi icraab ahaan waa kaaf zaa'ida xagga icraab ahaan, macna ahaanna wuxuu faa'iideynayaa towkiid iyo adkayn ayuu faa'iideynayaa. Kaafkuna waa zaa'id xagga icraab ahaan, xun baa loo keenay litakiid adkayn, la adkaynayo macnaha midliga iyo dhiga ilaahay subxaanahu watacaalaa laga anfinayo in la adkeeyo ayaa loo keenay. Laakiin macnihii tashbiiha ahaa ee kaafku uu faa'iideyn jiray maanta ma faa'iideynayo, ee adkaynuun buu faa'iideynayaa. Oo maxay sidaa u yidhaahdeen? Waxay leeyihin haddii sidaa la odhan waayo oo kaaf kan aynu ku dayno macnihiisii tashbiiha, macnuhu muxuu noqonayaa? Wuxuu noqonayaa la yidhaahdo laysa muu ahaan ka midlihi, ilaahay ka u dhigmaya mid isagoo kale ma jiro. Laysa ka midlihi, ilaahay ka midligiisa ah ee u dhigmaya mid u dhigmaa ma jiro, saasuu macnuhu noqonayaa bay yidhaahdeen. Markaas macnaha maxaa kaaga soo baxaya? Inaad ilaahay u sugtay wax u dhigmaya, deeta kii ilaahay u dhigmayay baad ka anfiday ku kale, laakiin ilaahay waxaad u sugtay mid u dhigmaya inuu jiro, ciyaadan billah. macnahan looma baahnayn. Maxaa loo baahnaa? In la anfiyo cid ilaahay u dhigantaa inay jirtaa la anfinayay. Waxaa loogu talagalay nafyu almithli, in ilaahay dhiga laga anfiyo ayaa macnaha aayaddu ahaa. Haddii kaafkan tashbiihiisi aad ku dayso, da wuxuu noqonay ila midlina macnahaasay faa'iideynaysaa, dhig bay faa'iideynaysaa. Marka laysa muu ahaan ka midlihi, midliga ilaahay mid u dhigmaa muu ahaan. Ilaahayba midli u sugtayba, ilaahay mid u dhigmaya ayaad u sugtay, saasay noqonaysaa bay yidhaahdeen. Saana looma jeedo, sidaana looma jeedo, macnahaas waa macno baatil ah. Idan maxaan leenahay bay leeyihiin, maadaama maqsuudku uu yahay waxa weeyaan in ilaahay mithli subxaanahu watacaala laga anfiyo iyo wax u dhigmaya, kaafkan waa zaa'id aynu idhaahno. Xagga macna ahaan towkiid buu faa'iideen, xagga icraab ahaanna waa zaa'id. Qur'aanka zaa'id lama isticmaalay, sir iyo towkiid baa la isticmaalaa. xarafkan waa zaa'id lama yidhaahdo, lanna wax iska dheeraada qur'aanka kuma jiro. Marka sidaa ogeeda xagga min baabi ladab in la yidhahdo towkiid ama silo ayaa fiican. Nacam, macno wuu leeyahay, macnihiisuna waa ta'kiid. Marka waxay leeyihiin haddaan sidaa nidhaahno kaafku waa zaa'id min xayu licraab, macnuhu muxuu noqonayaa? Ay laysa shay-un, shayna muu ahaan, midlahu ilaahay mid u dhigmaya, saasaa loo jeedaa bay yidhahdeen. Laysa ka midlihi shay, ay laysa shay-un midlahu, ilaahay wax u dhigmayaa ma jiro, saasaa loo jeedaa. Culamada qaar baa waxay leeyihiin maye kaafkan waxba zaa'id maaha, kaafkan waxba zaa'id maaha bay yidhahdeen. Waxaana loo jeedaa kaafkan in xarfu tashbiihnima loo isticmaalo, ismigana midlahuna waa ismu tashbiihisna, labadan tashbiih marka la isku darana
وحي أنفنيان وحويان دق إله أدق ميا إن وشري أنفنيان وهذا البليغ حيل دير يا بيد هذين ليس كمثله شيء إلهي وح أدق ما مجرم باللوتشي ذا ليس كمثله شيء وحرف كنوع حرف تشبيه مثل نوع اسم تشبيه لبدا تشبيهنا مركز الاسكو جايو وحي تلمام يا نفي التشبيه بعبارة بليغة عبارة حيل دير إن إلهي وحقول لكم يلا ودي دي سبحانه وتعالى قال بوحي هذين وحلوت هذا ليس كمثله شيء أي ليس شيء كصفته ومثل بمعنى صفة لوت هذا بين هذين هذا عنهم حلعية ليس كمثله شيء أي ليس كمثله أي كصفته المهم معنى يلك للدون أي بكاء علم الصاران ويسكو خلافين لكن هل كان مات ملك ينشوغنو قلعو الشيخ أتسالي علماء بدنا أتساليان إن كاف قال إلى هذا ومجاز بالزيادة وكاف كواحة الله كان يقول محي للتوكيد أي الله كان معنى هنا ليس كمثل شيء أي ليس مثله شيء بلو كذا وأنا مجاز محي بالزيادة بركا هذه كلمة وحويان معنى هذه مجاز قالوا وحي لو دجي وحانهم لا استعماله وان علاقه اجرته وان علاقه يوحس كحريا اجره وكلمه لا استعمالي معنى هذه معنى ان هين هل كان لغا كان اي هل كان لا استعماله وحس كحريا وان اجره بين علاقه ومجاز كسي سوا علاقه كو مارمو فكما انت علاقه هل كان كدحي سوا مخينا وحي ليهين العلاقه هو الزيادة والزيادة ده. أما والتأكيد وحويا كافكي يمثل يجيب اسكو معنى فايدينية هو اس أتكينية ساسي مركايد هذه قاركود نوحي كعب الآن العلاقة هي الزيادة والمجاز بالنقصان مجاز كالنقصان كسو حصري نقصان صوابته يعني حذف إن وحل حذفين وحاوتو صالة مثل قوله تعالى هذا كو الهيري واسأل ويدي القرية مقالة ويدي واسأل القرية مقالة ويدي محلو تشيدا بريد هذين محلو تشيدا أي أهل القرية مقالة أهل كيدا يددك دقن ويدي بلو تشيدا اللو ما تشيدا مقالة اسمه هيدا يقدارة دربي كيدا يا مهرباه يا دقحانت يا ويدي واسأل القرية مقالة ويدي محلو تشيدا ما دستمياش يا دقحانت يا عمود يا وضوينك ويدي والله هذا الباب محلو تشيدا دادك الدقن ويدي فسألو تشيدا هكذا محل يري واسأل القرية مقالة ويدي باليري مقالة هو مجاز بالنقصان أي بالحذف وحبب ايش اللي قاعد حذفين وأصل كوحوها واسأل القرية أصل كيدو حنا قلنا قرآن هذينا هين أي أهل القرية واسأل أهل القرية كده عبارة دي والله كوبه وإيجاز بلوغ سمعي أسلوب بليغ أمر كويا أسلوب بليغ معنى بلاغة يكون لسان تاميش كتشرة وحقي لقى قرآن لها واسأل أهل القرية محالة دي واسأل القرية وعبارة بليغة إيجاز بلا سمعين هذا كيف على صوت كوبي نعم على قدر كده حيصة محيطها هاي كلمة الله استعمالي ماشي هذه مئة أنا هين المجاز بالنقصان ما بالحذف إن لذا القرية ما أنت اللي ما تشي هذا وحويا أن تولد لفت جاي المجال ذي أهل كيف على صوت هذا وما أهل بقى ماشي كحد فن مجاز كه محيطها هاي على قدر كده حيسة على قدر كده حيسة وحويا المحلية على قلة إلى هذا المحلية أو لفظي قال للشياقي وقرية أهي وحو محل أوي هاي وحو محل أوي هاي إذا حد دقيان وحن لو تشيدو ومقالة يقرية إذا حد دقيان تذكي سوما
dadkaana loo jeeda dadka hadda loo jeeda maadaama dadku meeshay dhex degan yihiin ay magaalada tahay magaaladii baa laga cabirayba magaaladii baa laga cabiray marka calaaqadu waa al maxalliya waa marka lafdiga la sheego meeshan la dhex degayo iyadoo loo jeedo ciddii dhex degaysay ayaa calaaqada al maxalliya la yidhaahda waaye walmajaasu binnaqli majaaska naqlin iyo rarid sababteed waxa weeyaan ku soo xasilaana kalgaa'idi kalgaa'idi waa kelmadda algaa'id oo kale waa kelmadda algaa'id oo kale waa saxaradii oo fii maa ee almustacmal loo isticmaalo fii maa yakhruju wixii ka soo baxaya min alinsaani insaanka algaa'id waxaa loo isticmaalaa saxarada qofka ka soo baxaysa ayaa loo isticmaalaa algaa'id waxaa laga naqliyey waxaa laga raray macnihii uu lahaabaa laga raray waxaana loo raray macno kale algaa'id macnihiis waxa weeyaan oo loo isticmaalaa almakaan almutma'in meesha waxa weeyaan dhulka ka mid ah ee hoos loo gelaya hoosaysa ayaa la yidhaahdaa oo qofku kasoo baahi guto almakaan almudma'in waa dhulka godan ee hoos waxa weeyaan loo galo lagu daadegayo si qofku uga soo xaaji guto oo dabeesha ugu qarsoomo ay u asturto waa laysku qarinayaa halkaasi alqaa'id la odhan jiray marka dadku meeshaasay tegayaan wuu yaro fogaanayaa meel hooseysu tegayaa dadkii kaga qarsoomo uu kusoo xaaji gudanaya wuu ka imanayaa alqaa'id meeshan dhulka ka mid ee hooseysa la odhan jiray laakiin maxaa lala aadi jiray in lagu soo xaaji gato soo maaha wixii meesha lala aadayey ee loola tegayey baaba lagu magacaabay qaa'idkii oo saxaradiya oo kelmaddii alqaa'id ee makaanka iyo dhulka meeshiisa hooseysa ahayd ayaa waxaa loo isticmaalay wixii soo baxay laftigiisa oo qofka ka soo baxay baa loo isticmaalay oo calaaqada ka dhexaysa waa maxayna ogow majaaska macno kasta kelmad kastoo loo isticmaalay macnaheedii macno aan ahayn halkan laga keenay iyo halkan loo isticmaalay waa inay wax ka dhexeeyaan maanta tan maxaa ka dhexeeya waxaa ka dhexaysa bay leeyihiin almujaawara ama almulaazama waa laba shay oo dee jaar oo waxa weeyaan islaasimsanaya oo jaar ah oo meeshan hooseysa ayaa waxan qofka ka soo baxaya baa la jaaray halkaasaa lagu soo ridayaa markaasaa waxaaba lagu magacaabay meesha magaceediiba waxaa lagu magacaabay wixii insaanka ka soo baxay laftigiisa ayaa lagu magacaabay oo alqaa'id oo ah dhulka meeshiisa hooseysa ayaa waxaaba loo bixiyey wixii qofka ka soo baxaya markaa calaaqadu waa almujaawara ama almulaazama ama alxaaliya intaba waa la yidhahdaa marka walmajaasu binnaqli markuu sheekhu leeyahay majaas oo dhan baa naqlin ku jirtaa oo minka majaaskii hore almajaas biziyaada danaqli baa ku jiray majaas waxa weeyaan bilxadfi ama binuqsaan naqlin baa ku jirtay oo da macnaa lasoo rarayaa oo loo rarayaa meel kale marka kanoo keliyaataa naqli maaha anwaacuulmajaas oo dhan waxaa ku jira naqlin baa ku jirta laakiin halkan sida gaarkaa wuxuu ugu sheegay waa majaas macnihii naqlintu ay ku jirto laakiin kii ziyaadada lasoo sheegayna aan ahayn kii nuqsaantae lasoo sheegayna aan ahayn kan soo socda isticaaradana aan ahayn intaa midna maaha intaaba uu ka duwan yahay laakiin dhammaan anwaacuulmajaas oo dhan naqlin way ku jirtaa waa iminka majaaskii hore almajaas binuqsaan bilxadfi naqlin baa ku jirtay yacnina alqarya oo magaaladiiya magaalo looma jeedin maxaa loo jeeday ahlalqarya sidoo kale laysa ka midlihi shay naqlin baa ku jirtay bay dhaahdeen oo xagabihii kaga jirtay asalku muxuu ahaa laysa midlahu oo icraabka midlahu mansuub bay ahayd laakiin kaaf martii la keenay midlahu maxay noqotay majruur laysa kamidlihi bay noqotay
نقلين باجرته ويدا هذين هل كان نساس لك نقلين باجرته أو المكان المضمئن مجيء له استعمال غائد كهابا لو نقليه يحيق في كسو بحي كان نقل وين وذا شرته لكن المجاز بالنقل هذا كلا غائد ونيري زيادة ماها نقصان ماها كصوص عضو استعاره واحد يسكش بهيانا ماها نعم والمجاز بالاستعارة مجاز كاستعاره كصونانا يا استعارة صوب تلك صوح حسنة يا كقوله تعالى وهذا الكويلة هيري أوكره جدارا جدار يريد رواء ودونية أن ينقض إنه رعوه جدار دونية إنه رعوه جدار كيبا وحل يري وحو دونية وحن الله شيء ذا جدار رعية وصود دمية أي الله شيء ذا ها جدار كي وحويان صو إيشي أي صو شنشيري حقا دعتانك أصوات دواء دعتانك دعيي أصوات شنشيرا شنشير كيسي محالا قعبري إنو ربا دعتان إنو صوق الله أصوات شنشير سمو صو إيشي إلا الشدي با لقعبري إنو دوني دونيس با لقعبري يا وقدار سدا أصوق الله سامحالا يري قدار كوحو دوني وحو ربا إنو دعو إنو دمو الله عيسي با لغا عبر إنو ربابا ربطان كنا ومن صفات الحي دادك النول نول أياد ديلي لا وحبور ربا علي دهدا قف نول با وحربا لكن جمادك وحبور ربا لما يدهدا جماداتك نفت آن لهين وحبور ربا لما يدهدا لكن محالة سمي وحالة سمي إن جمادك لعتان كيسي أي واحد لغو شبهي ربطانك ذاتك النول ربطانك هو ذا أي أمركا لغو شبهي ذاتك النول ربطانك هو ذا أي أمركا أي لغو شبهي لغا تشبيه أي بيش جرته ود حقي فعلك أي قربي يدوانشو أي أمركا جرته ربطانكي إنسانك يدعتانك قدارك نعم بركة استعارة وحلا إلى هذا كتيرة وأشي شيء لغو شبهيو واستعارة دو سيدي دبو ومجاز ومجاز وإريغن الله استعمالي معليسي معنى آنهين على قدر كده حيسانا يتهي تشبيه وحلا إسكو شبهيو لكن استعارة كتيرة استعارة مصرحة طبيعية استعارة لإلهه شبها سقوط الجدار جدار كدعتان كيسي محال لغو شبهي بالإرادة ربطان يدونتان بلغو شبه بجامع الوصول في كل منهما دميت كستوى الله بذي كم ذا وحبال لغو قارية و ربطان كينا مطلوب كدون سيبت كو قاريسا ده قدار كنا وحوهيان صور دعتان كيسا وحو كو قاريا هل كو كدعي قدار كو صور دعتان كيسا وحو كو قاريا هل كو كدعي ودوركا إرادة يدون تان كنا وحا لغو قارا مطلوبك يوحا دون سيبت لغو قارا بكا قدار كصور دعتان كيسي ايا وحا لغو شبهي ربطان كيبا لغو شبه إنسان كو حربي لفظ ديغي إريغي لغسو وحويان وحلغو شبهي ودونتان كأه أيا لصو استعاريست ولصو أمانيست ولصو قات إرادة دي أيا وحويان والمشبه به كيسا وحلغو شبهي أيا وحل لغسو اشتقاقي كلمة يريد كلمة يريد على طريق الاستعارة المصرحة التبعية وإن قندونا وحاسود إن شاء الله وحينوغي من دونتا بلاغذة أيكو إمانسا قلت لأسود وحويا
مجاز كنوعنا محل هذا مجاز بالاستعارة ومجاز بالاستعارة ومحينا ومجاز كإرى إن الله استعماله معني سي معنى أنا هين وحق اللقاء كينا إيا حق الله استعماله وحق اللي حيانا ويهي إسكو شبهتان إسكو شبهي بقى شيخ أفر تاقى يبطبو إنوش هاقي المجاز بالزيادة بالنقصان بالنقل يب بالاستعارة قود هم مجاز كوحا اللقاء بيا مجاز عقلي يا مجاز لغوي اي الله قيبيا اما سيد الشيخين هو قيبي مجاز بالكلمه يا مجاز بالاسناد مجاز بالكلمه يا مجاز بالاسناد اي الله قيبيا كان مجاز بالاسناد هو مجاز ك وحويان عقليه مجاز بالكلمه هو مجاز لغوي كان لبدا قيبدو يعني مجاز لغوي يا مجاز عقلي شارحين وكوكلي مجاز بالكلمة ومجاز لغوي مجاز بالإسناد كوكلي هنا ومجاز عقلي لا بأس قدهان لغيبية كدب مجاز كاللغوية مجاز كاللغوية كلمة كسوغا أيا وحا الله كالغيبية مرسل إيو استعارة مجاز مرسلة يا مجاز استعارة يا الله كالغيبية ومجاز كمرسل كقيبها كيما دوحة كمذا حذف قيو مجاز بالحذف بالنقصان كوين ليه هاي يا مجاز بالزيادة وعلى ساكيما ده مجاز استعاره هنا وحويان وقيب ثلبات واستعاره وحويان ومجاز على قد سويتهاي مشابه مجاز على قد سويتهاي معنيه حقيقة لها يمعناها مجاز كواحة كدحية أويهاي مشابه هدي مشبه لحذفه وحال هذا مصرحة هدي المشبه به كوحلو شبهي حقيسة هدي لحذفنا مكنية لهذا هذا وحبا أن لحذفنا مجاز بين هذا وحيابها صعدا وحيكو إيمان دونان إن شاء الله تعالى بلاغة يكو إيمانية ولكن هذا كان دور كين نوع مجازك أيو الشيخ أحوين وقت سري علمه وحسكوا خلافان رحمة الله عليهم مجازكم مجرى مس مجرى وحاد إنك شيخين نرد مسكوا خلافان مجازكم واحد شرما يهاي مس مجرى علم ماذا قار كم إذا وحي لهذين لا مجاز وح مجاز لهذا مجرى القرآن كان وح مجاز لهذاكم مجرى اللغة العربية نوح مجاز لإلهذوكم مجرى وهذا كيما كان ليس كمثله شيء ومجاز بالزيادة إيو واسأل القرية ومجاز بالحذف إيو جدار يريد أن ينقض ومجاز استعارة إيو وح مجاز لإلهذوكم مجرى بالهذين وهو أسلوب عربية يقاب هذا كاللودي قوية مجاز لغو مقا عابي أسلوب لكن وقاب هذا كلاردو صار سيد هذين قارو حيد هذين ما هي اللغة العربية مجاز وسكجتر لكن قرآن كمجاز كمجر يقول كأي جاي إن تذكره بدعة هي أنت القرآن كي اللي حين معنيه سي قارهم باب كالأسماء والصفات أو كله مجاز يكون ذم جعابين ومجاز ومجاز أنت معنيها أنفيات علنا قارقود حليهن ماي ونستوفر بذيه هنا مجاز كوا وحشرة حديثها القرآن كا يحديثها اللغة العربية بها مجاز كوا وحشرة أهل بدعوا إني آيات الصفات أي سقل دم معنيان وأي تحريفيان وبدلان كيني ميسا مجاز كين لدينا يو مجاز كوا وحشرة لكن يقوى له الدين يا يقوى له الدين وحني معناها أن يبدلين تحريفيين أو اللغو الدين أو اللغو قبصا والشبهات كودة واللغة جوابي وأدل لي حجج بها اللغة هرقين لكن فعل كودة قلدا كيني مايو وحجر إن لديده سيدي هذين علماء آد كودي دي وحاكم دا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يا ابن القيم وآد أدل فربدا نصو أروري مجاز كو وحجر بها إنه ناحين علماء كالأوبضانا يقى كهري يقى ربضانا كدن بي ويقول الديدي ويشران
لكن مركز الصور وريو وحال اسكوهايا وان الفاضة يريد ذنبا الاسكوهايا خلاف كواسك خلاف لفظية ويبقى تصالحان واسأل القرية معنى يدوها محينا دادك ميشة ديجان مقاردة ويدية إن لو تشيدو واسأل القرية دادك مقاردة ديجان ويدية إن لو تشيدو كوا متاسك أقل يكو ديدن ويسلو قليهم عدة وحلا ويدينا يعني محيط هاي دادك ميشة ديجان ويسلو قليه عد إن كوا مجازك أقل وحليهن دادك وحلا ويدينا يعني كوا مجازك ديدن محليهن دادك وحلا ويدينا يعني ما الله حد حانت ويدينا ما مجاز مجرى دقى حانت هلا ويدينا ما هاسدا عد سدات الملح مركا محال اسكوا أفقي معنيه آياتنا قال لكن محليهن واسأل القرية ومجاز قال نمح المجاز ما هي وأسلوب عربية وحقي لقوا أرن لها أهل القرية ويدية محال يلون قرية ذا ويدية وأسلوب كلو هذا كقاب كلو هذا كاللورد وبلاغية لكن مجاز ما هبيد هذين كنا محيد هذين وحنا عدلي ذهين وأسلوب كله يقاب كلو هذا كاللورد ومبانو حانو iskagama gaabanana inuu yahay majaas marka dadmagu uu ku dhibi maayo hada isku maqsad iyo isku dantihiin isku waxna aad sheegaysan macnihiina aad ka waafaqsan tihiin inaad sheegana adigu majaas tiraahdo yaraad ku macneysmay waa usluub kale hadalka loo dhigo taas wax weyn keenimayso ilaa waas la garateen in loo jeedo uun wax weeyaan ahlu magaalaha wax weydiye جدارا يريد أن ينقض محله كذا وجدار دمية ورعية صامه إنسان له كذا ولا سلوه قريه هذا معنى هذا قارنوا عليه ومجاز قارنوا عليه وأسلوب عربية ومعنى حل يربى كشرة مركا مجوع إن ربي ما يهدي معنيه لسلوه فقصية هاي وحن كن كم مجعو يما يكن كن كم مجعو يما يكن كم مجعو وحوين كيني ما يبي أهل العلم قال كود الهدين خلاف كم حون أقول إياه خلاف لفظية ما خلاف حقيقة خلاف كلام لغوية مذوا حقيقة وفهم حبس كل خلاف سنتين لتعبان كرو ما نوح لتعبان كرو لسكون ما خلاف سنة ما جعل لسكون خلاف سنة واحد كم جعو يا واحد كم جعو علماء الديدينا إن الديدان وح كان تقول أهل البدع إن سلاحين الباب كان كأودة صوم مريان جبي سب كحرة لكن الباب كما حرم يوم هذا ترى هذا مجاز متشرو وحوم بيكو على صفات كلاهي منك يدي ديان دي بل يداه مبسوطتان ومجاز بي اول اولا جتر انسان ما والله ما تشيه ذا قعمه هذو محاترين مجاز متشرو واسلوب وحوه يعني مجاز كوا ديد ديبا مجاز كوا ديد دي. لكن وحيابه كله جدارا يريد ايو محاد كم جعوي إنه هي أسلوب صمة أسلوب كلا الله استعماله إسنو حكارن بل يداه مصودتان كعميه لو متش ذهال كان هو أسلوب عربية كلمة ده ذي أسلوب صاق عادني وأسلوب عربي يقع من لو متش يدي أود إلهي بلو تش وأسلوب عربي يوم بكورن ما خم ميال كم مرتين متش أسلوب كيا قادتهم بس نصاق عادني لين وحي وآمن سنة ولو آمن سنة هي وفنتين سيد أوجد إن أدلات كيو يعني ما هبه أهل العلم قال كل هذين أهل البدع إلهي صفات كيسة ديدية حجين كهور كينا شبهات كوذا يباد الكوذا لغبرين دونه وحي الشيقين قلت نمديس لغو عضينا يوم لكن مجاس ديد مجاس لديدا وحوين كتر ميسو حبا كتر ميسو أما دون مجاس كما قعو أما أسلوب كما قعو ما قعو وحبا إساقو دباتم لها حقيقة ميشة تالون بالإيقيات wax khilaaf oo meesha labada qolba ka u dhaxeeya kuwa diideed kuwa suugeena ma jirabay leeyeen halkaas ay hal cunuga qaar koodna wax weyn ay mariyeen naxam almuhim inaan fahanno bal maqsuud ka majaas iyo xaqiiqo iyo wax loo jeeday istilaahaad kooda un ba halkan indika muhiimadu ay tahay iyo wuxuu sheekhu u soo aruriyay anwaacda majaaska ee culimadu ay sheegeen horaha caynkaasiya si bal baka fahan guud hawsha caynkaasiya وحويان لوغا هيستو إن شاء الله تعالى هل كان وحي كدن بيوحو كبيرا بدورا مباحثتي أصولك
فلعد قيبتي لبعض الأمر والنهي قيمك كلامك يقيبه سي أين حقك كبحني الأمر والنهي والعام والخاص ومباحث مهمة أي حقك بلا من دون درس قد بي حقك قادنا إن شاء الله والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم بالله توفيقي.